سيرة كتاب نافذة إذاعية تستدعي قصص كتب وشمت تاريخ الإنسانية. سيرة كتاب هي محاولة إعادة وصل من قطع من أواصر الصداقة مع الكتاب في زمن الاغتراب الإلكتروني. سيرة كتاب من إعداد محمد المساوي ومن تقديم سارة المساوي، كل سبت وأحد على الساعة 3 بعد الزوال. لكم منا أجمل تحية مستمعين الكرام متتبعي الموعد الثقافي سيرة كتاب. سعداء بلقياكم في هذه الحلقة من جديد. حلقة اليوم نخصصها لكتاب البيان الشيوعي لكارل ماركس وفريدريك إنجلز. إن شبحا يرعب أوروبا هو شبح الشيوعية. تعد هذه الجملة أشهر جملة افتتاحية في التاريخ تصدرت كتابا، وبهذه الجملة افتتح كارل ماركس وفريدريك إنجلز البيان الشيوعي الذي سيصبح أكثر الكتب مبيعا في العالم بعد الكتاب المقدس. صدر الكتاب في فبراير عام 1848، وحرره ماركس وإنجلز أواخر سنة 1947 بعد أن كلف بذلك من طرف المؤتمر التأسيسي للعصبة الشيوعية الذي التأم في لندن نوفمبر من ذات السنة، وجمع عمالاً شيوعيين من مختلف القوميات. حينها كان كارل ماركس في 29 من عمره، بينما كان رفيقه إنجلز في 27. كتب البيان الشيوعي ليكون البرنامج المفصل للحزب الشيوعي نظرياً وعملياً، ورغم أن العصبة تم حلها 5 سنوات بعد ذلك إثر محاكمات كولونيا الشهيرة بعد اقتحام أحد المخبرين لمنزل ماركس وسرقة وثائق تتعلق بالعصبة، إلا أن البيان ظل أكثر الكتب انتشاراً. لم يكن البيان الشيوعي برنامج حزب فقط، بل كان عصارة فكر ماركس الذي حملته أهم كتبه: رأس المال، الإيديولوجية الألمانية، بؤس الفلسفة وغيرها. كما كان البيان تجسيداً فعلياً للأطروحة 11 ضد فيورباخ التي يقول فيها ماركس: لم يفعل الفلاسفة شيئاً سوى أنهم حاولوا تفسير العالم بطرق مختلفة، لكن الأهم هو تغييره. فكان البيان بمثابة المرشد العملي والنظري لتغيير العالم. يتضمن البيان مدخلاً 4 فصول أساس هي البرجوازيون والبروليتاريون، الشيوعيون والبروليتاريون، الأدب الاشتراكي والشيوعي، موقف الشيوعيين من مختلف أحزاب المعارضة. يؤكد البيان في المدخل على أنه آن الأوان لكي يوضح الشيوعيون على مرأى ومسمع العالم تصوراتهم وأهدافهم واتجاهاتهم، وأن يواجهوا أسطورة الشبح الشيوعي ببيان الحزب الشيوعي نفسه. وفي الفصل الأول يؤكد البيان على أن تاريخ كل المجتمعات إلى يومنا هذا هو تاريخ صراع الطبقات. باختصار، فإن الظالمون والمظلومون المتعارضون دوماً خاضوا صراعاً لا ينتهي، صريحاً تارة ومستتراً تارة أخرى، وهو صراع كان ينتهي بنتيجتين: إما تغيير المجتمع تغييراً ثورياً، وإما انهيار كلتا الطبقتين المتصارعتين. ثم ينتقل إلى وصف تشكل البرجوازية والدور الذي لعبته الاكتشافات الجغرافية والصناعية الكبرى
وفتح أسواق جديدة خارج أوروبا في نمو هذه الطبقة، مما جعل الاستثمار الإقطاعي والحرفي غير قادرين على تلبية حاجات السوق المتنامية. وهذا التطور الصناعي والتجاري للطبقة الجديدة رافقه التطور السياسي، إذ أن من يمتلك أدوات الإنتاج والرساميل لابد وأن يحكم سياسياً. ولذلك انتقلت البرجوازية من طبقة مضطهدة من طرف الإقطاعية إلى جمعية مسلحة تحكم نفسها بنفسها في بعض المدن الأوروبية التي استقلت عن سلطة الإقطاعية، ثم ما لبثت أن استولت في نهاية المطاف على السيادة السياسية الكاملة في الدولة النيابية الحديثة. وأضحت الحكومات الحديثة لجنة تدير الشؤون العامة لطبقة البرجوازية بأسرها. وينوه البيان إلى أن البرجوازية لعبت دورا ثوريا في التاريخ، إذ عندما استولت على السلطة حطمت جميع العلاقات الإقطاعية الأبوية العاطفية، ولم تبقي على أي علاقة أخرى بين الإنسان والإنسان سوى علاقة المصلحة الصرفة والإلزام القاسي بالدفع فوراً. لقد حولت الكرامة الشخصية إلى مجرد قيمة تبادل. باختصار، لقد مزقت البرجوازية الحجاب العاطفي والتأثر الذي كان يغطي العلاقات العائلية، واختزلتها إلى مجرد علاقات مالية. وأعطت البرجوازية باستغلالها للسوق العالمية طابعاً عالمياً لإنتاج جميع البلدان واستهلاكها، كما أخضعت الريف لسيطرة المدينة، فارتفع عدد سكان المدن وتقلصت ساكنة الأرياف، كما طوعت الشعوب الفلاحية للشعوب البرجوازية وأخضعت الشرق للغرب. ثم يعود البيان ليؤكد على أن التطور الضخم الذي لحق قوى الإنتاج وما ولده من تجميع وتكديس السكان مقابل تركيز وسائل الإنتاج والملكية في أيدي أقلية قليلة، جعل من البرجوازية مثل ذاك الساحر الذي استحضر الشياطين دون أن تكون له القدرة على التحكم فيها. وأصبح النظام البرجوازي أضيق من أن يستوعب الثروات التي أنتجها، وأصبح فائض الإنتاج يؤدي إلى تعاقب الأزمات الدورية. وفي الآن نفسه، بقدر ما تنمو البرجوازية أي الرأسمال، تنمو البروليتارية أيضاً، التي هي طبقة النقيض لها. وعليها تكون البرجوازية قد أنتجت حفار قبرها بنفسها، وتجتاز الطبقة العاملة في سبيل مقاومتها للاستغلال البرجوازي ثلاث مراحل أساس. أولاً، رفض الآلية، إذ أول رد فعل ينتاب الشكل الجنيني من وعي العامل هو رفض إدخال الآلة التي تزاحمه في العمل. ثانياً، ينتقل العامل إلى النضال ضد مخلفات الماضي، إذ لا يتوجه في نضاله إلى أعدائه الحقيقيين، بل يتوجه إلى أعداء أعدائه، إلى بقايا الحكم الملكي المطلق، الملاكين العقاريين البرجوازيين غير الصناعيين، والبرجوازيين الصغار. ثالثاً، تشكل الوعي البروليتاري. وإذا كانت البرجوازية احتاجت إلى قرون من الزمن لتجتمع، فإن العمال يحتاجون إلى بضع سنوات فقط بسبب تطور الصناعة الكبرى وتطور وسائل النقل.
ومن بين جميع الطبقات المتضررة من البرجوازية تظل الطبقة العاملة هي الطبقة الثورية الوحيدة حتى النهاية، لأن باقي الطبقات تنهار وتندثر أمام التطور الصناعي. أما البروليتاريا فهي على العكس من ذلك، لأنها منتج الصناعة الأصيلة. إن الطبقات الوسطى من الفلاحين والحرفيين والتجار الصغار وغيرهم يناضلون ضد البرجوازية لإنقاذ وجودهم كطبقات وسطى، وعليه فإنها رجعية تسعى إلى جعل عجلة التاريخ تدور إلى الوراء، في حين العمال لا يناضلون من أجل الحفاظ على شيء، إذ ليس لديهم ما يفقدونه، لأن البرجوازية جردتهم من كل شيء. إنهم يناضلون من أجل عالم جديد وواقع جديد، وذلك بالقضاء على نمط الإنتاج القائم. وينتقل البيان في الفصل الثاني إلى التأكيد على أن الشيوعيين يتميزون على باقي فصائل الطبقة العاملة في نقطتين أساسيتين. في النضالات، البروليتاريا القومية يغلبون المصالح المستقلة عن القومية والمشتركة لكل البروليتاريا، ثم كونهم يمثلون دوماً مصالح الحركة ككل. في مختلف المراحل التي يجتازها الصراع بينها وبين البرجوازية، ويفصح البيان في ذات الفصل أن هدف الشيوعيين هو تشكل البروليتاريا في طبقة للإطاحة بالبرجوازية والسيطرة على السلطة السياسية من أجل إلغاء علاقات الإنتاج الرأسمالية وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وليس إلغاء الملكية بصفة عامة كما يردد الخصوم. ويطرح البيان برنامجاً انتقالياً تناضل البروليتاريا لتحقيقه مرحلياً، يتشكل من 10 نقاط، هي: أولاً، نزع الملكية العقارية وتخصيص الريع العقاري لتغطية نفقات الدولة. ثانياً، فرض ضرائب تصاعدية. ثالثاً، إلغاء حق الوراثة. رابعاً، مصادرة ملكية جميع الفارين والعصاة. خامساً، تركيز القروض في أيدي الدولة بواسطة مصرف وطني يعود رأسماله للدولة ويتمتع باحتكار كامل. سادساً، تركيز جميع وسائل النقل بيد الدولة. سابعاً، مضاعفة المصانع الوطنية وأدوات الإنتاج وإصلاح الأراضي الموات وتحسين الأراضي المزروعة وفق تخطيط عام. ثامناً، العمل الإلزامي للجميع وتنظيم جيوش صناعية من أجل الزراعة. تاسعاً، الملائمة بين الاستثمار الزراعي والصناعي واتخاذ التدابير الرامية لمحو الفوارق بين المدينة والريف تدريجياً. عاشراً وأخيراً، مجانية التعليم العمومي لجميع الأطفال وإلغاء تشغيل الأطفال وتوحيد التعليم مع الإنتاج المادي. وفي الفصل الثالث ينتقل البيان للحديث عن أنواع الاشتراكيات، فيميز بين الاشتراكية الإقطاعية واشتراكية البرجوازية الصغيرة، ثم الاشتراكية الألمانية والاشتراكية المحافظة أو البرجوازية، ثم أخيراً الاشتراكية الطوباوية. وفي الفصل الأخير يتحدث البيان الشيوعي عن موقف الشيوعيين من مختلف أحزاب المعارضة، فيتحدث عن نضال الشيوعيين في كل من فرنسا، سويسرا، ألمانيا، بولندا،
وإنجلترا، ويخلص إلى أن الشيوعيين يدعمون في كل مكان كل حركة ثورية تناضل ضد النظام الاجتماعي والسياسي القائم، وأنهم لا يخفون أفكارهم وأهدافهم، وإنهم يدعون علانية إلى تدمير النظام القائم تدميراً عنيفاً، وأن العمال لن يخسروا سوى أغلالهم ويكسبون العالم. ثم يختم بالنداء الشهير: يا عمال العالم اتحدوا. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على متابعتكم لحلقات النافذة الإذاعية سيرة كتاب. نلتقي الأسبوع المقبل مع كتاب آخر. لكم أجمل تحية من محمد الموساوي في الإعداد، سارة الموساوي في التقديم، يوسف شنواني في الإخراج. دامت لكم صداقة الكتاب. سيرة كتاب نافذة إذاعية تستدعي قصص كتب وشمت تاريخ الإنسانية. سيرة كتاب هي محاولة إعادة وصل من قطع من أواصر الصداقة مع الكتاب في زمن الاغتراب الإلكتروني. سيرة كتاب من إعداد محمد المساوي ومن تقديم سارة المساوي، كل سبت وأحد على الساعة 3 بعد الزوال. Caprio.